ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. بداية أستاذ مصطفى، مرحبا بك. ما الذي أراده البرلمان من قراره المبدئي إلغاء مكاتب المفتشين العموميين برأيك؟ حيك وحي مشاهديك الكرام. هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام مزيد من الفساد في العراق، رغم أن المفتشين العامين الذين عينوا منذ 16 سنة أو 15 سنة في مناصبهم في العراق لم يقوموا بالواجب المنوط بهم وما يفترضه وما تفترضه مهام مناصبهم، لكن الآن مع فتح الأبواب وإلغاء هذا المنصب سيفتح الباب أمام مزيد من الفساد الإداري الذي هو في الأصل يضغط كل المناحي الحياة في العراق. نعم، ماذا يعني أن حضور كل من رئيسي الجمهورية والوزراء جلسة إقرار إلغاء مكاتب المفتشين؟ يعني أن الجميع يبصم على هذا القرار ويبصم على استشراء الفساد في العراق ويسمح بمزيد من هدر الأموال العامة والسماح باستمرار هذا المسلسل الذي يعبث في العراق ويهدر أمواله ويسرق قوت شعبه. كيف تنظر أستاذ مصطفى كامل إلى مردود هذا القرار على الوضع السياسي والقانوني؟ الوضع السياسي في العراق قائم كما نعلم جميعا على مبدأ المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية، وبالتالي هذا الأمر سيستمر، لكنه كما قلنا سيفتح الباب أمام الفساد بشكل أكبر، رغم أن يعني السنوات الماضية شهدت هدر وسرقة مئات المليارات من أموال الشعب العراقي مع وجود هؤلاء الذين كانوا يشغلون مناصب المفتش العام في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لكن عدم وجودهم الآن ربما يعني مزيد من هذا الفساد، وبالتالي حتى عملية تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعلن عنه مؤخرا، أعلن عنه رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، يعني يمضي دون أن يحقق النتائج المرجوة منه ودون أن يحقق حتى الحد الأدنى من هذه النتائج. كيف تقرأ تحذير العامري مؤخرا شركائه في العملية السياسية من الذهاب إلى المجهول؟ ماذا قصد بذلك؟ هذا يكشف عن النار التي تستعر خلف الابتسامات وخلف المصافحات وخلف القبلات التي يوزعها أرقاب العملية السياسية فيما بينهم. الصراع مستمر ومستعر ولا توجد أي آفاق لإنهاء هذا الصراع بين أقطاب العملية السياسية، لأن العملية السياسية أصلا قائمة على هذا المبدأ، مبدأ إثارة الأزمات وعدم السماح باستمرار أو باستقرار الأمور في العراق. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.